يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المؤمنين. حثت الشريعة الإسلامية على عمارة المساجد وعلى بناء المساجد، ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا وإن كان مثل مفحصة قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. ومعنى الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة الطائرة الصغير، الطائر الصغير، طائر القطع معروف. قال: ولو كمفحص قطاة. والمفحص هو المكان الذي تضع فيه القطاة البيض، وهي تفحص في الأرض تحفر كالدجاجة. من بنى لله مسجدا ولو كمثل مفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. فقد حثت الشريعة على عمارة المساجد وعلى بنائها وعلى القيام بأمرها، فأجرها عند الله عظيم. ولكن أعظم من ذلك هو تحقيق الإيمان بالله. ففي الآية التي بعدها قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله عز وجل وسقاية الحاج أفضل عند الله من الإيمان بالله ومن الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله. فالإيمان أولى من بناء المساجد، بل المساجد
تمنى لتحقيق الإيمان بالله ولنبذ الشرك بالله. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد تمنى لإقامة توحيد الله عز وجل، وهو إفراد الله بالعبادة. وما خلق الجن وما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبد وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال ربنا عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالمساجد تبنى لعبادة الله وحده لا شريك له، ونفذ الشرك بالله عز وجل. وفي زمننا ده الشرك منتشر كثير، تجد كثير من الناس يدعون غير الله، إذا لمت بهم المصائب والضوائق لجأوا لغير الله عز وجل. وربنا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. كثير من الناس الليلة في مجتمعنا يتوكلون على غير الله عز وجل، وهذا من الشرك بالله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كثير من الناس تلقون لابسين الحجابات، يقول لك ده بيجيب الرزق، وربنا يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول لك الحجاب ده أداني له والفكي ليه؟ قال: من السكين. الصحابة رضوان الله عليهم خاضوا المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قلة، ومع ذلك ما فيهم ذول اللي بيسلوا حجاب ولا علق له تميمة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من علق تميمة فقد أشرك. في غزوة أحد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقتي المغفر في ودنتي النبي صلى الله عليه وسلم. أوذي ما لبس حجاب، بل قال لهم: توكلوا على الله. الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة مؤتة 3000 بس، والروم 200000، 100 من الروم بقيادة هرقل، و100 من العرب داركات له 3000 ديال الصحابة. وكانت المعركة بقيادة زيد رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة، فإن أصيب عبد الله ابن رواحة فاجتمعوا على رجل منكم. 3000 بس قاتل زيد رضي الله عنه حتى قتل، وقاتل جعفر رضي الله عنه الروم قتالا شديدا. ولما حمي الوطيس عقر فرسه ودخل في الجيش يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، الروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. وأخذ الراية بعده عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، وترددت نفسه قليلا فأقسم عليها قائلا:
أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشدرن ما لي أراك تكرهين الجنة. وقال أيضا يا نفس إلا تقتلي تموتي وهذا حمام الموت قص ليتي وما قد تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعله ما هديت. وقاتلوا الروم وبعد ذلك انتصروا عليهم وما في صحابي واحد لابس له حجاب. جعفر رضي الله عنه أخذ الراية بيمينه فقطعت ثم بشماله فقطعت فجمع الراية على جسده فقتل. قيل عندما رأوا جثته رضي الله عنه بها أكثر من 90 طعنة كلها من أمامه طعن، لا في حجاب ولا في غيره، توكل على الله وحده لا شريك له. الليلة في ناس كتار يقول لي غير الله بيعلم الغيب، غير الله بيجيب الرائحة، لو راحت لك غنمايات، لو راحت لك عربية، لو راح لك بقر يقول لك امشي للفكيك فلان قالوا بيجيب الرائحة وبيعلم في القلب. شيخي إن جلس اعلم في قلب وسوس، وده قال منهم عليم بالغيب باطن ظاهر، وده قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. وربنا قال بيعلم الغيب وحده لا شريك له، دي عقيدة. الإنسان ما يعتقد إنه غير الله بيعلم الغيب، لأنه لو اعتقد إنه غير ربنا بيعلم الغيب معناه جعل شريك مع الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما يعلم الغيب إلا الله، يقول ليه غير الله؟ دي كلها من الشركيات، دي كلها من عبادة غير الله عز وجل ومن الشرك بالله. يقول ليه غير ربنا بدي الجنة، يهب الغلام يطير في جو السماء يمشي على البحر الخضم سويا. وربنا يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ربنا قال في ناس بديهم أولاد ما بديهم بنات، وناس بديهم بنات ما بديهم أولاد، وناس بديهم أولاد وبديهم بنات، وناس ما بديهم ولا شيء. ويجعل من يشاء عقيم، زور ربنا ما أدى وجنى، يقول لك لا تمشي للفقير فلاني ده بدي الجنى وبيقلب البيت ولد، ليه سلم يا ولد أهو ده القلب البيت ولد. كلها من الخزعبلات الشيطانية التي تخرج الإنسان عن ملة الإسلام. دي الحاجات التي حارب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين الأوائل قالوا ربنا بدي الجنة، وقالوا ربنا الخالق، وربنا الخلق السماء، وربنا الخلقهم هم. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض بيقولوا منه ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم أم خلقكم منهم بيقولوا الله. لكن مشكلتهم شنو؟ مشكلتهم قالوا إن الأصنام البعبدوة دي ود وسواع ويقوس ويعوق ونسرا، رجال صالحين. ابن عباس قال ديل أصلا كانوا رجال صالحين، قالوا ديل بيقربونا لله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وده الشرك يا أخوان، ربنا ما داير واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا ما داير واسطة، ديل جعلوا ديل وسطة، جعلوا وسواع ويقوس ويعوق ونسرى وسطة بين وبين ربنا. فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلام لأنهم أشركوا، ربنا ما داير واسطة. الليلة الجماعة خلوا بيناتهم واسطة، يقول لك يا أخي والله ديل عباد القبور، يقول لك يا أخي نحن والله ذنوبنا كثيرة وإن دعينا ربنا ربنا ما بيقبلنا، عندنا معاصي كثيرة خلاص. والشيخ ده زول واصل وزول ولي لله عز وجل، عشان كده نحن بنتوسل بالشيخ ده لله، بندعو الله بالشيخ ده، يقول يا شيخ فلان تلحقنا وتفزعنا. ده بالحقيقة إنه دعا الشيخ عديل. الشيخ لو ميت يمشى البنية يتبرك بالتراب، يسف التراب بتاع البنية، يقول التراب ده فوق بركة. والشيخ إذا مرض وفي رقبته ما بيجيب سف التراب، بيمشي إسبانيا، يمشي مصر، ما شايف ده قال أيام التايا وحامدة بعصايا زيلوا الحصايا وامرات كلايا جاتوا حصوة. نادى الجماعة كلهم، في النهاية مشى سافر برا السودان. واحد عنده مرض في عيونه، خلوا الدول العربية ذاته بيقوا يمشوا يسافروا لبلاد الكفار، ما مقتنعين بالطينة، ما مقتنعين بموية الحفير، يشربوها الناس المساكين ما عارفين حاجة. الواحد تجي يجي وجع بطن، بدل ما يمشي الدكتور يشوف نفسه عنده قارضية، عنده دسمتارية، عنده شنو، عنده تسمم، يكون عنده ملاريا. لا لا جماعة، يقول لا 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 لا، تمشي تراقبون الشيخ فيها البركة، تسف التراب عشان تبقى كويس. يطوفوا بالجباب، وربنا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. الحاجات دي كلها بتنافي التوحيد، ودي أهم حاجة الإنسان يعالجها، أهم من بناء وعمارة المساجد. لأنه إبراهيم عليه السلام لما جاء يبني بيت ربنا، ربنا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. أحذر قال لا شرك بالله عز وجل. وفي الآية دي أجعلتم سقاية الحاج، العرب كان بيسقوا الحديد يجيبوا لون الموية، وكان بيعمروا بيت ربنا يصرف عليه ويكرموا الحديد يفتخروا بذلك، وقالوا ده أفضل من الإيمان الذي هو التوحيد بالله. ربنا قال لهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا الفعل فعل اليهود والنصارى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول يحذر مما صنعوا. في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحذر الأمة من اتخاذ القبور مساجد ومن بناء المساجد على القبور، وأخبر أن هذا فعل اليهود والنصارى. ففي صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها عندما هاجرت إلى الحبشة رأت كنيسة وفيها تصاوير، فحكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام. لكن للأسف الشديد في زمننا ده تلقى مسجد مبني ما فيه قبر، ناس بيدفنوهم في المغابر، يموت شيخ معين فقيه معين، مرات يكون دجال أصلا، يكون بيكتب البخرات والمحايات ويكتب الحجبات ويقول لهم أنا بجيب الرائحة، وده كله من الشرك بالله. يموت بدل ما يمشوا يودوه يدفنوه في المغابر مع الأموات، يحفر له جوا المسجد ويدفنوا جوا المسجد. بعد ده خلاص الصلاة في المسجد ده ما بيدوس، لأنه أي زول عاقل لو سألته قلت له يا فلان الصلاة في الحمام كيف؟ بيصلي في الحمام؟ يقول لك لا 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 أعوذ بالله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام. زي ما بيصلي في الحمام ما تصلي في مكان فيه قبر، بل الصلاة في المكان الفيه قبر أخطر من الصلاة في الحمام، لأن الزول اللي بيصلي على القبر ده بيصلي بعقيدة، بيعتقد في الزول المدفون ده، اعتقد فيه إنه ينفع وإنه يضر وإنه بيجيب الرائحة وإنه بيدي الجنة، عشان كده دفنوه هنا وصلوا عليه، أخطر من الصلاة في الحمام. ولا زول يكون مدفون يجوا يبنوا عليه مسجد، ده برضو الصلاة فيه ما بتجوز. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني في وعى في الناس، والناس بقت تعمل حسابة من الحاجات دي، تبني المساجد كهذا المسجد ويكون منارة للتوحيد ولدعوة الأنبياء والمرسلين، لأن دعوة الرسل كانت للتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله براو واجتنبوا الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دي دعوة الرسل، ومن اتبع الرسل فهو يدعو للتوحيد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في هذا المسجد، وأن يجعل أهله دعاة للخير ودعاة للتوحيد ولإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن يسير على طريق الأنبياء والمرسلين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.